خرج المئات من المواطنين من أبناء مديرية كشر بمحافظة حجة في مظاهرة حاشدة تنديدا بالجريمة البشعة التي هزت كل ضمير حي من أبناء المديرية التي حدثت مطلع الأسبوع المنصرم، حيث قام مجموعة من المسلحين بقتل أحد أبناء المنطقة ومن ثم زراعة لقم تحت جثته وهو في سيارته، الأمر الذي أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين من أبناء المديرية. نحن نبين ونستنكر ما حدث من جريمة بشعة بحق أبناء مديرية من قتل في الطريق ومن تفجير وتلقيم جثة. هذا مبدأ لم يعمل باليهود ولا النصارى. في طريق السبيل تم الاعتداء عليهم وقتلهم وتم مطاردتهم من عصابة قادمة من مديرية عذر محافظة عمران، وكان الاعتداء عليهم في وادي مور. المحتجون من المواطنين من أبناء المديرية حملوا الأجهزة الأمنية بالمحافظة مسؤولية تلك الجريمة، مطالبين في الوقت ذاته تفعيل دور المؤسسة الأمنية والقيام بواجباتها تجاه مواطنيها. ونطالب من علي بن علي جيش المحافظة المحافظة واللجنة الأمنية والعميل العام تحمل المسؤولية ومتابعة الجناح. نطالب ونحمل الجهات المعنية في المحافظة واللجنة الأمنية وعلى رأسهم الأخ محافظ المحافظة اللي هو علي بن علي الجيشي يتحمل مسؤوليتهم تجاه هذا العمل الهمجي. رسائل عدة خرجت بها هذه المظاهرة عبر بيان لها. سرعة التوجيه والإلزام للجهات الأمنية بضبط القتلة وإيصالهم للعدالة لينالوا جزاءهم. ارتكاب مثل هكذا جرائم والتي تسعى إلى إثارة الفتنة والتمزق بين المواطنين من خلال قتل الأبرياء العزل، ما يستوجب على الجهات المختصة القيام بمسؤولياتها في توفير السكينة العامة للمواطنين. مصطفى سنان، اليمن اليوم، محافظة حجة.